نحتفل غدا بالذكرى 66 لثورة 23 يوليو المجيدة التي غيرت واقع الحياة على أرض مصر وحققت تغييرات جذرية في جميع الاتجاهات لتضع هذا البلد على خريطة العالم السياسية وتبدأ مسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر، شعب مصر العظيم، في إحداث تحولات نوعية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. امتد تأثير ثورة يوليو ليتجاوز حدود الإقليم وتصل أصداء الثورة إلى جميع أرجاء المعمورة، فتلهم الشعوب التي تكافح من أجل حريتها وتسهم في تغيير موازين القوى في العالم لتميل لصالح الشعوب التي طال استضعافها وتهميشها. جزء آخر من كلمة الرئيس السيسي بالأمس عن الثورة كان عن رجالات الثورة، وذكر بالاسم أسامي هؤلاء الرجال اللي كان ليهم دور مهم سواء في انطلاق الثورة، سواء في ترسيخ أركانها في المجتمع المصري حتى بعد غياب أبرز رموزها وهو جمال عبد الناصر. ذكر السيسي وتحدث عن اسم زعيم الراحل جمال عبد الناصر قائد الثورة، قال على حد تعبيره اللي اجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين. ذكر أيضا الراحل أنور السادات اللي بذل حياته ذاتها في سبيل الحفاظ على الوطن، كما أنه ذكر أيضا أول رئيس للجمهورية المصرية وهو محمد نجيب. نستمع لجزء آخر من كلمة الرئيس السيسي متحدثا عن الرؤساء السابقين الثلاثة. في ثورة يوليو المجيدة نذكر بكل الإعزاز أسماء الرجال الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم من أجل هذا الوطن الغالي. نذكر اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قائد الثورة الذي اجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين في وطن حر مستقل تسوده العدالة الاجتماعية. نذكر كذلك اسم الزعيم الراحل أنور السادات الذي بذل حياته ذاتها في سبيل الحفاظ على الوطن وصون كرامته وحماية أراضيه، والرئيس الراحل محمد نجيب الذي لبى بشجاعة نداء الواجب الوطني في لحظة دقيقة وفارقة. نقول إن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة، وإن هذه الراية لن تنتكس أبدا بإذن الله وبفضل عزيمة هذا الشعب وأصالته.